السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة خمسة ابتدائي هنراجع الوحدة التالتة والوحدة الرابعة. احنا بقى اللي فات الفيديو اللي فات راجعنا على الوحدة الاولى والتانية. فالوحدة التالتة بقى هنا بيتكلم على الماضي البسيط بس الافعال غير منتظمة وفي كمان محادثة. والوحدة التانية اللي هي الرابعة الوحدة الايه الرابعة بتتكلم على المستقبل القريب وفي كمان محادثة. فاحنا هناخد الجرامر لوحده الوحدتين، يعني هناخد الماضي البسيط وبعد كده المستقبل وبعدين هقول ايه المحادثتين مع بعض. انا هقول واحدة وبعد كده ايه واحدة تانية. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اول حاجة زمن الماضي البسيط، ايه البسيط اللي هو الباست ايه سيمبل، تمام. قال لي تكوينه فاعل التصريف التاني. النوبة اللي فاتت او الفيديو اللي فات او في الوحدة الاولى والتانية خدنا الماضي البسيط مع الافعال المنتظمة، لان بزود الاي ايه الاي دي زي play، فانا بزود الاي دي بس. عندي like عندي اي بزودت الايه الدي، دي الافعال الايه المنتظمة زي watch تاني watch بزود الايه الاي دي، تمام. هنا هناخد الافعال غير منتظمه اللي هي زي كلمه ايه سي سو ايه سو تيك توك جو وين ايه وينت. فاحنا هناخد التصريف التاني غير ايه منتظم. ايه شغل عندنا الفعل الغير منتظم، وطبعا لازم نكون حافظينها. عندنا مثلا مثال I bought a ticket، انا اشتريت تذكرة، بجيب التصريف الكام التاني. He saw a show، هي رأت الايه العرض. اوكي، عندي حاجة تانية سوري he saw a show، هو رأى العرض. She went on a ride، هو ذهب ليركب الايه ركوبه او لعبه في الايه الملاهي، تمام كده. يبقى انا جبت هنا التصريف الكام التاني اللي هو غير منتظم. لازم احفظ الافعال غير منتظم، ملهاش قاعده، لازم ايه تتحفظ، تمام كده. تمام، ديت اول ايه جزء في فاعل التصريف التاني. طيب قال لي تاني حاجة، قال لي النفي. قال لي ايه النفي؟ النفي في الماضي قال لي فاعل didn't ورجع الفعل فين في المصدر، هي نفس القاعدة. مش هنقال لي في قول ايه I didn't go on a ride، مادام didn't بترجع الفعل فين في المصدر، ما فيهاش اي حاجه. تالت حاجه قال لي السؤال بمعنى هل، قال لي ديد وفاعل وتحط الفعل فين في المصدر، يعني طول ما في ايه ديد برجع الفعل فين في المصدر. ازاي؟ ديد يو سي اشو، هل انت رايت العرض؟ فهنقول ايه يس واليو حولها ايه يعني هل انت، تقولي نعم انا يس اي دي ايه ديد، تمام. نو اي ديدنت، ها فيها مشكله؟ سهله قوي ما فيهاش حاجه. يبقى الجمله في الماضي البسيط فاعل التصريف التاني يا اما اي دي او دي، الافعال الايه المنتظمه. الغير منتظمه تحفظ كما ايه هي باي بوت سي سو جو وينت، ماشي. تيك توك الافعال غير منتظم. النفي فاعل didn't والفعل فين في المصدر، didn't اللي هي did not، did ايه did not. did ايه did not، تمام كده. ها في حد عنده سؤال؟ اوكي، السؤال بمعنى هل، ديد وفاعل والفعل فين في المصدر، زي ما احنا قلنا ديد يو
سي اشو اقول يس اي ديد نو اي ديدنت. طيب واحد يقول لي طب لو يو مش موجوده جيب لي حاجه تانية تنزل زي ما هي، يعني يقول لي ديد هي سي اشو اقول له يس هي ديد نو هي ديدنت ذي شي انزله زي مين ما هي. تمام كده ماشي. بعد كده رابع حاجه تكوين السؤال بالدبليو اتش. دبليو اتش ديد وفاعل، والفعل فين؟ في المصدر. لو لاحظتوا كده ان نفس تكوين السؤال بمعنى ايه؟ هل، بس بحط ال دبليو اتش في الاول. تمام؟ زي ايه بقى؟ وير ديد يو جو ايه؟ جو. ونكمل لي يقول لي يسترداي. ايه بقى يسترداي؟ يسترداي طبعا من الكلمات الداله على الماضي البسيط، ومش هي لوحدها. يسترداي ولاست واجو، يسترداي ولاست واجو، هو ده اللي في الماضي. تمام؟ طبعا هو نفس الايه؟ الشغل اللي اتفرجتوا عليه في المراجعه اللي فاتت على الماضي البسيط، بس هنا مع الافعال غير منتظمه. تمام كده؟ في مشكله الزمن ده؟ كلمات الداله يسترداي ولاست واجو وان ذا باست وانس، واي تاريخ في الايه؟ في الباست، يعني تاريخ في الماضي. طيب دي كده الزمن الماضي البسيط. تاني زمن عندنا في الوحدة الرابعة ايه هو؟ زمن المستقبل القريب. زمن الايه؟ المستقبل القريب. ايه المستقبل القريب؟ زمن المستقبل القريب the future. هقول له ايه؟ قال لي I بيجي معاها am he she و it واسم المفرد بيجي معاهم is you we they واسم مين؟ الجمع. دول بيجي معاهم برضو are. كل ده يجي معاهم going to وبعد كده الانفينيتيف، يعني الانفينيتيف يعني المصدر. طيب am و is و are going to كل دول معناهم ايه؟ نكتب كده معناهم سوف، مش معناهم يذهب، لا معناهم ايه؟ سوف. ازاي؟ يقول لك انا سوف اذهب، اقول له ايه؟ I am going to go on a ride. ايه ده؟ انا ساذهب لاركب لعبه. طب قال لي ايه؟ دي حاجه معنى ودي معنى تاني. دي ام او جوينج تو دي معناها سوف، لكن ديت معناها ايه؟ يذهب. تمام؟ يبقى دي معنى ودي ايه؟ معنى تاني. لكن انا ممكن اغير تاني اقول هي ايه؟ هي از جوينج تو بلاي بلاي تنس. ها؟ am و is و are going to الفعل فين؟ في المصدر. في مشكلة؟ am و is و are going to الفعل فين؟ في المصدر. أقوله تاني؟ آدي الجملة المثبتة. طيب تاني حاجة الجملة المنفية. أنفيها إزاي؟ بيقول لي نفس الكلام. إزاي يعني am is are خلاص عرفنا بيجوا مع مين؟ بيجي بعدهم ايه؟ not او ان ابوصرف تي وبعد كده going to والinfinitive اللي هو المصدر. I am not going to drink juice. يبقى انا لم اشرب العصير. ايه؟ العصير. الكلام ده مهم جدا عشان بيجي لي في السؤال رتب. بيجي لي كمان في التشوز في الاختيارات. يبقى لازم اكون عارف كويس ام از وار نوت او ان اوصف تي جوينج تو الفعل فين؟ في المصدر. تمام؟ مفيش حاجه. قال لي السؤال بمعنى هل تقول از ومعاها
ال هي شي ات وبرده الاسم مين المفرد وبعد كده going to والinfinitive اللي هو المصدر ازاي يقول لي is he going to buy a ticket is he going to buy a ticket هل هو سيشتري التذكرة فهنقول ايه yes he is مقص he وبعد كده is لو no اقول له ايه no he isn't يبقى هي وشي وات بينزلوا زي مين ما هي اسم الايه المفرد اوكي طيب بعد كده قال لي الار بقى الار بيجي مع مين اليو ايه اليو والوي والز ايه والزي واي اسم جمع كل دول بيجي معهم ايه going to ايه to وبرده الفعل فين في المصدر ازاي are you going to eat تكملة بقى are you going to eat هل انت سوف تتناول تأكل اقول ايه yes هل انت نعم انا يبقى ليه حولها ايه طب اي تاخد are اخد ايه اختها اللي هي am لو no no I am not تمام تمام في اي مشكله صعب ما فيهاش اي حاجه سهله قوي بس انا هسيبها شويه قلت لما تبصوا عليها نقول تاني النفي ام واز وار نوت او ان ابوستروف تي جوينج تو والمصدر السؤال معنا هل از والمفرد اللي هو هي شي ات هو اسم مفرد جوينج تو والمصدر والاجابه عليها يس او نو هي بتنزل وإذ بتيجي بعدها no أقول له isn't لكن are you we they واسم جمع going to والفعل فين في المصدر are you going to eat yes I am no I am not لكن لو أي حاجة أخرى قلنا بتنزل زي مين may تمام طيب فاضل ايه كده احنا خدنا السؤال معنا هل السؤال بالدبل اتش بيجي كتير في شغل رتب والاستاذ محمود بيغلط فيه تمام انا مش هسيبها لك الدبل اتش از الدبل اتش ار از بيجي بعدها اللي هو مين المفرد واحنا قلنا المفرد هي وشي وات واسم المفرد هي شي وات واسم المفرد وبعدين ار بيجي معاها الجمع اللي هو مين اليو والوي والزي واسم الجمع يعني بجيب ايه از وار الاول بس محمود كان بيجيب لي جمع وبعد كده هنا وبعد كده going to والفعل فين في المصدر تمام ماشي دبل اتش از ومفرد دبل اتش ار وجمع going to والفعل فين في المصدر خلي بالك يا استاذ محمود كنت انت بتكتب لي ايه وات يو ار لا هي ار يو ايه يو تمام وات از هي جبت از وبعد كده مين المفرد هي جوينج تو وبعدين اجيب الفعل في المصدر مثلا دو يفعل وات از هي جوينج تو دو ماذا هو سيفعل هو يعمل ايه هو يعمل ايه هنقول في الإجابة مثلا هو مش هديك السؤال والإجابة بس احنا هنقول عايزين ايه نحولها أقول هو سوف هي ايه هي از جوينج تو هنقول ده تاني قال لي لا هنقول الفعل الجديد يبقى هي از جوينج تو هو سوف يعمل ايه سي اشو سي اشو أي فيرب آخر بقى تمام طيب الثانية يقول لي what are you going to do
برضو نفس الايه الكلام. ماذا انت ستفعل؟ What are you going to do؟ قال له ايه؟ I am. ليه I am؟ قال لي قلنا يو بحولها I و R تنزل am. يبقى I am اصلها are you ايه؟ are you are you I am going to ايه؟ to. I am going to هيعمل ايه؟ ايه؟ يجهز المائدة. set the table. حاجة تانية تقوم بغسل الملابس. دو ايه؟ دو ذا لاندري. دو ذا لاندري. انت خايف تتكلم؟ ماشي. دو ذا ايه؟ دو ذا لاندري. تمام كده؟ وطبعا الكلام ده يا جدعان القاعدة ديت في سنة ستة ابتدائي برضو معانا، صح؟ يبقى ده المستقبل. طيب قال لي الكلمات الدالة، قال لي tomorrow next، مش next to، عشان سمع حد يقول لي next to، لا اقول لا next to يعني بجوار، لا next بس ويجي بعدها فتره زمنيه، يعني next week next month next year الاسبوع القادم الشهر القادم. ماشي tomorrow next وin the future. in the future في المستقبل. soon قرأ ايه؟ قريب. كفاية كده عليكم الكلمات ديت. tomorrow غدا ايه؟ غدا. next القاء ايه؟ القادم. in the future في المستقبل. soon معناها ايه؟ قريبا قريب، يعني قريبا احنا هنعمل كذا كذا. تمام؟ طبعا الكلمات مفروغ منها يا جدعان موجودة في الكتاب. هنا بتتكلم على الشاطئ، صح؟ انت بتتكلم على الشاطئ اهوت. عندنا الكتاب اهو، الانشطة اللي احنا بنعملها في المنزل او اليوم. تمام؟ عندنا اهوت سي افيلم، رايد ذا باس، باي ان ايس كريم، جيت اير كات، تيك ا تاكسي، send an email، visit a friend، download a video. دي الافعال اللي انا ممكن استخدمها في الايه؟ المستقبل. طيب قال لي برضو في الوحده دي يا جماعه ما نقولش ده مستقبل بس، لا ده ممكن يستخدم لي الماضي البسيط اللي احنا خدناه قبل كده، يعني شامل الايه؟ الماضي مع المستقبل عادي، ممكن اجيب الماضي البسيط مع الافعال دي مع الوحده دي. ليه؟ ان هو بيقول لك انت خدت الماضي البسيط، خدته في الوحده الاولى والثانيه والثالثه، لا ما انا ممكن اجيب لك فين؟ في الوحده الرابعه، في الوحده الخامسه. تمام؟ يبقى انت مطالب بكل القواعد طول ما انت ايه؟ بتدرس الترم ده والترم الجاي ان شاء الله برضه. يعني الكلمات دي مهمه جدا جدا جدا. تمام؟ طيب كده خلصنا الجرامر بتاع الوحده الثالثه والوحدة الرابعة، الماضي البسيط مع الأفعال غير المنتظمة والمستقبل القريب. عندنا بقى المحادثة. المحادثة في الوحدة الثالثة بتتكلم على ولد متعاون، بيسمع الموسيقى وتلاقي مامته جاية وماسكة الايه؟ صندوق تقيل، فأقول لها ايه؟ اسمحي لي أن أساعدك يا أمي، اسمحي لي أن أساعدك ايه؟ يا أمي. Let me help you mom. قالت له ايه؟ thanks. thank ايه؟ thanks. be careful، كن حريص، يعني مش قلتله شكرا وخلاص، لا شكرا وخد بقى شيل عني. كن حريص. the box is very heavy. the box اللي هو الايه؟ الصندوق تقيل جدا. قال لها ايه؟ no problem I am strong، ما فيش مشكلة انا قوي. وهو يا دوبك اول ما قال كده راح ايه؟ اتشقلب وراح وقع. النجدة هيلب هيلب. ايه ده؟ عشان انا قلت لك كن حريص، واتش اوت احترس. ايه؟ ار يو اوكي؟ هل انت كويس؟ انت كويس دلوقتي؟ قال لها ايه؟ اعتقد ذلك، اي ثينك سو. بات لوك ات ماي سكيت بورد. همه على مين؟ مش همه على نفسه، لا اهم حاجة السكيت بورد بتاعته، اللي هي بص القي نظرة على الايه؟ السكيت بورد. تمام؟ دي المحادثة. هو بيقول لي هنا ان كلمة let، كلمة ايه؟ let اسمح، بيجي بعدها مفعول زي let me
let me المفعول من انا let me help you mom اسمحي لي ان اساعدك يا امي let me help you mom let me help you mom بيجيلي في التشوز على help وبتجيلي في رتب كمان let me help you mom اسمحي لي ان اساعدك يا ايه يا امي oh thanks say thanks be careful be careful be يعني يكون بنستخدمها في الجملة الأمرية اللي بتبدأ بالفعل فين في المصدر كن حريص كن ايه حريص be careful لو عايز تقول لحد كن هادئ هتقول له ايه be quiet كن ايه كن هادئ تمام كده تمام ماشي هنا هنكمل the box is very heavy the box is very heavy الصندوق تقيل جدا لها ايه no problem no problem مفيش مشكلة I am strong انا قوي I am strong انا قوي يبقى no problem I am strong قالت له ايه yes yes you are ايوه انا عارفه ان انت تكون قوي yes you ايه yes you are هو لسه بوم راح واقع عليه held النجده فقالت له تاني جمله امريه استخدم كلمه watch اللي هي يشاهد لا قال لي watch out معناه احترس زي كلمة بي ايه بي كيرفول واتش اوت ها قالت له هل انت كويس ار يو ايه ار يو اوكي هل انت بخير اي ثينك سو اي ثينك سوري اي ثينك سو ايه سو اعتقد ذلك بات بايه بات بات يعني ولكن لوك استخدم الجملة الأمرية برضو لوك ات انظري الى ماي سكيت بورد ها تمام سهل قوي كل الجمله دي طبعا بيجي لي في رتب والاختيارات المحادثه مش مساله حدوته بنحكيها لا بيجينا في الاسئله تمام وفي محادثه كمان ماشي المحادثه جات لنا في الباراجراف اللي انت بتعمل جمل ها اوكي دي فيها اي مشكله ماشي طيب المحادثة الثانية كانت بتتكلم على ايه بسم الله الرحمن الرحيم نفتكر بس بتتكلم على امرأة سائحة تورست سائحة جاية فين في مصر فعايزة تروح المتحف المصري فقابلت رجل فبتقول له excuse me معذرة where is the Egyptian museum أين المتحف المصري قال لها إيه ها امشي على طول إيه امشي على طول أنا بدور على المتحف المصري هل هو بعيد قال لها ليس على الإطلاق قبل ما أقول لها امشي أعمل كده وبعدين قال لها امشي عمارتين إنها إيه وبعدين استدير يمين هي على اليسار امشي عمارتين استدير يمين هي على ايه يسار فبتقول له ايه هل انت قلت يمين ولا شمال لا انا قلت استدير يمين وهي على الايه اليسار قلت له شكرا قال لها العفو استمتعي بوقتك فهنا بنستخدم كام زمن زمن المضارع المستمر الجملة الامرية الماضي البسيط تمام لما بتقول له ايه هنا where is the museum اين المتحف اين الايه المتحف دي طريقة سؤال بتجينا في الاسئلة وبعدين هي سألته على طول excuse me انا بجيب لكم الجمل اللي بتيجي في الايه في التدريبات where's the museum نقول له ايه هي بتقول له I am looking for جايب لي مضارع مستقيم
مستمر ام واز وار والفعل اي ان جي. جيب لي ام والفعل اي ان جي. ابحث عن ذا ايه؟ ذا ميوزك. تمام؟ هل هو بعيد؟ هل هو بعيد؟ از ايه؟ از ات فار؟ هل هو بعيد؟ قال لها ايه؟ نوت ريلي. نوت ريلي يعني ايه ريلي؟ هنا معناها ليس على الاطلاق، لا مش بعيد. مش ايه؟ مش بعيد. امال اعمل ايه؟ قال لها ووك، امشي امشي ايه؟ امشي ووك. دي جملة أمرية بدل الفعل في الماضي. ووك تو بلوكس، امشي عمارتين. ووك تو بلوكس، تو ها بلوكس، ووك تو بلوكس، ووك تو بلوكس، ووك تو بلوكس. تمام؟ أند و تيرن رايت، استديري يم ايه؟ يمينا. استديري ايه؟ يمينا. اتس اون ذا ليفت، هي على اليسار. افهم من كده ايه؟ ان كلمه اون او حرف الجر اون بيجي قبل اليمين وايه اليسار. يعني اقول له ايه؟ على اليمين اون ذا رايت، على اليسار اون ذا ليفت. تمام؟ طيب هي ما سمعتش. طب هل انت قلت ايه ده؟ ايه قلت يعني ايه؟ اتكلمت، يبقى نستخدم هنا ماضي. Did you say؟ الفعل والمصدر. Did هو فعل والايه؟ والمصدر. Did you say؟ هل انت قلت turn؟ turn ايه؟ turn right or left؟ او الايه؟ اليمين او اليسار؟ قال لها ايه؟ عدلها الكلام ايه؟ مرة تانية. تمام؟ قالت له thank you very much. قال لها you're welcome. Have fun. Have fun. كده ادي المحادثة والشغل ايه؟ عليه. يبقى كده خدنا مراجعة على الوحدة الأولى والوحدة الثانية في الفيديو اللي فات، والنهاردة خدنا الوحدة الثالثة والرابعة مع بعض. وإن شاء الله الحصة الجاية هناخد الخمسة والستة. يبقى كده خلصنا مراجعة المنهج وعايزين نذاكر يا جدعان. مالناش دعوة بحد، مالناش دعوة في دراسة ولا مفيش دراسة، هنقعد ولا مش هنقعد، بنروح ما بيشتغلوش معانا والكلام ده كله، مالناش دعوة. أهم حاجة إحنا بنتعلم الماضي المستقبل، مش للسنة دي. افرضي مفيش السنة دي دروس، قفلنا، مفيش امتحانات، انك اقعدوا في بيتكم والكلام ده كله. طبعا الكلام ده وانا فيها هي ايه؟ هيبقى الدراسة شغالة خلاص، مش هيبقى زي السنة اللي فاتت. تمام؟ اما حاجة احنا بنتعلم ليه بعد كده؟ احنا بنتعلم مش علشان نخش الامتحان، احنا بنتعلم علشان المعلومة تكون في دماغنا، عشان تبقى متعلم. تمام؟ مش ايه؟ متبقاش غير متعلم. يعني فرق بين اللي يعرف واللي ما ايه؟ ما يعرفش، صح ولا غلط؟ تمام؟ يبقى اللي يعرف بيبقى مميز عن اللي ما بايه؟ ما بيعرفش. احنا عايزين على طول نعرف. اوكي؟ عايزين نلتزم ونذاكر وما لناش دعوه بالظروف اللي حوالينا. تمام؟ خلاص؟ نرسل نفسنا شويه، نحفظ كويس، نذاكر كويس، واي حد عنده اي سؤال يبعته لي وانا هرد عليه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.